كتير خايفة ليه يرجع يورطنا بمشكلة. ليش ما عم تحاكوا؟ نسترجي نحكي معه؟ بيسكر الباب بوشي وبيعيط علي. أصلا ما كان يحكي كتير، وبعد اللي صار ما عاد حدا يسمع صوته بنوب. من يوم هديك الحادثة تنذكر وما تنعاد ونحن كتير متوترين. الأفضل ننسى ونسكر أدنينا. معك حق. حاسة شمسي كأنه مانو على بعضه. إن شاء الله ما صاير شي بيناتكم. علاقتي فيه مو مثل الأول. صحيح إحنا اتنين عايشين ببيت واحد بس كأنه غرب عن بعضنا. قبل فترة عرضت عليه نفترق وكل واحد يروح لحاله. معقولة أنتي؟ شو رح تستفيدي إذا افترقتوا؟ وقتها وضعه لمراد رح يسوء أكتر من هيك. مراد ما بيهمه وماله سائر رمزية. نحن آخر همه. توقيت غلط مو كندا؟ فكري وحطي عقلك براسك، ليش لحتى تخربي بيتك بإيدك؟ بعدين أنتي نسياني شغلة. فكرتي شو رح تعملي بعد ما تتطلقي من شمسي؟ ما فكرت، مليت وعم فكر غير حياتي. كلنا محتاجين إنه نغير حياتنا. خلونا نحكي بغير سيرة، بدي أحكي لكم عن شغلة رح تفرحكم. شغلة شو؟ منير رح يطلق العزوبية شكله، وعم يفكر إنه يتزوج، أنا هيك حاسة. بالله عن جد؟ صاير مثل المراهقين، بتصدقي هالشي؟ أختي شو ألبس؟ أختي شو أعمل؟ بتعرفي بيحكي لي كل شي بيصير معه. إيه؟ من ليلة راس السنة وقلبه عم يخفق خفق. لتكون قريبتها لمرام. مزبوط، بس لسه بكير، ما في شي رسمي. بتصدقي؟ أنا أول مرة بشوفه مبسوط من يوم اللي توفت مرته من كم سنة. فرحت له، يجعله من نصيبه. الله يسعده. الموبايل ما بينزل من إيده، شي ورود وشي هدايا. لنشوف شو رح يصير. كندا؟ لا تواخذوني، أعصابي كتير متوترة، ما بعرف عم ببكي من فرحي ولا من زعلي. روقي حبيبتي، كلياتنا عم نمر بظروف صعبة مو لحالك. مراد ابني تعبني كتير، أنا ما بعرف شو بدي أعمل معه. قومي تعي غسلي وشك، قومي. يلا حبيبتي. وقعي لي على هي كمان مرام، كمان هون وهون آخر توقيع، وهلأ فينا نقول لك ألف مبروك. معك حق، هيك بيكون سليم قدم لك هدية عرسكن حبيبتي. وأنا كمان. بنتي إن شاء الله ألف مبروك. شكرا عمو. هلأ صرت شريكتنا رسميا بالشركة. أنا بعدين بكفي بقية الإجراءات. ألف مبروك. شكرا شريك. أها فورا فتي بالجو. شوفي هالتوقيع هاد مهم جدا مثل التوقيع اللي موجود على دفتر العيلة، بتعرفي حبيبتي مرام. شفتي كل يوم بيمرق علينا بتقوى شركتنا أكتر وبتكبر كمان. فوت. آسف برجع بعدين. لا فوت مراد، تعال تعال، لحظة تاريخية، بارك لها لمرام، صارت مساهمة معنا بالشركة. عن جد؟ ألف مبروك. شكرا لك. إيه شو كنا عم نحكي؟ كل يوم عم تقوى شركتنا وتكبر أكتر من أول وعم تتوسع كمان. هالوراق رح تضل معي. ماشي. شو رأيك لو نحتفل بهالشي؟ أنا موافق. ما رام بدنا حلوان. لا تحلم يا أخي، رح نحتفل لحالنا. ألو وصلت؟ خليك قاعد بمكتبي، جاي لعندك. مراد شو صار معك موضوع الشاحنات؟ رح دبرهم. برافو عليك. مراد لشو كنت جاي؟ ما في شي، بكرة بشوفك. ماشي. اسمحوا لي. Thank you.
ليك اجت ميسر الحمد لله. انا راح اقلع السياره الجديده. وقف ابني. على مهلك. ماما ماما شوفي السياره اللي اشترتها خاله مريم. بالله حلوه كثير. وين كنتي ميسر؟ عمو كريم اخذنا بالسياره وفترنا كل البلد. وقف ابني وين كنتي؟ خليني اخذ نفس لمعي شباك. اوف رحت لعند الست بيان بس ما لقيتها بالبيت لهيك نزلت على السوق. كيفك فاطمه؟ منيحه. لوين رحتي؟ وين السوق كنتي؟ صار لك زمان طالعه من هون. ليش بصلتك محروقه؟ استنى لمعي. مرحبا. يا اهلي. الست بيان هديك المره حكت لي عن السوق اللي بأوسكودار وقالت لي كتير رخيص. لما ما لقيتها بالبيت حملت حالي ورحت لهنيك لانه ما بعرف العنوان اخذت تاكسي. وبهديك القرنه شفت اكثر من بيت للاجار، في شغلات كتير رخيصه كمان. تفتلت بالسوق واشتريت هالكم غراض وبعدها رجعت. مثل ما قلت لك ما راحت لعند بيت رشدان. لا تخافي ما راحت. وليش لروح لهني؟ ها هيك فكرنا. انا هيك فكرت مو فاطمة. انا فكرت انا شفتك لما ركبتي بالتاكسي، قلت بجوز تكوني رايحه تقابلي لمنير. ايه لا منين تطلعي لي بهيك افكار؟ شو خطر لي؟ من كتر ما مشيت اليوم حاسه رجلي رح يتكسروا. فايته اتفتح شوي. سمعت أخي أنا الغلطانة. سمعتي ست مريم؟ ما راحت لبيت رشدان. فاطمة هيك حسبتها بس أنتي قلتيها. قلتي يمكن طلعت لشي شغلة. إيه قلت.